عبد العزيز محمد النجار، مدير عام شؤون مناطق الوعظ بمجمع البحوث الإسلامي. والله حضرنا لكي نشارك في هذه الندوة الفعالة عن تجديد الخطاب الديني، خاصة في هذا الصرح الذي يمثل الصوفية في مصر. وهذه الندوة تمت تحت رعاية الاتحاد العالمي للمجالس الصوفية. جئنا لكي نشارك، نستفيد ونفيد ونحظى ونشرف بهذا الحوار الذي كان يديره فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ محمود عاشور الوكيل الأسبق للأزهر الشريف. يعني هناك توصيات في كل حوار وفي كل ندوة، أما ما انتهينا إليه الآن أن التجديد الخطاب الديني يحتاج إلى أرض خصبة، يحتاج إلى تبادل ثقة بين المتحدث والمتلقي، يحتاج إلى فهم جديد لبعض نصوص القرآن والسنة، وأن يكون هناك تواصل مع الشباب في جميع الأماكن، خاصة في الأندية ومراكز الشباب وجميع التواجدات. لابد أن يكون هناك تواصل من خلال شبكة التواصل عن طريق الفيسبوك واليوتيوب وغيرهما، لأن هناك شريحة كبيرة من الشباب الآن تستخدم هذه الوسيلة وهي الوسيلة الأقرب إليهم، فلا بد من التواصل إليهم بهذه الوسيلة، وأن يكون هناك حوارات بين العلماء الوسطيين المعتدلين وبين هؤلاء الشباب حتى نستطيع أن نقضي تماما على الفكر المتشدد. دور الأزهر أنه يقدم إلى الأمة خلاصة أبحاثه وعصارة فكر الأساتذة الكبار ليجعله زادا أمام العلماء. الأزهر الآن يقوم بمبادرة الأزهر يجمعنا، يلتقي مع الشباب في المدارس وفي المعاهد وفي المراحل التعليمية وفي الجامعات وفي الشركات وفي المصانع، حتى أن فضيلة الإمام قال يعني التقوا معهم حتى ولو كان على المقاهي. هناك دورات تدريبية مكثفة تتم الآن للدعاة لتزويدهم بالمادة العلمية التي تعينهم على مجابهة ومواجهة هؤلاء التكفيريين، وأن يكون عندهم أسلوب ومهارة التحاور وتصحيح المفاهيم. بيتم تزويدهم بمكتبات علمية وبعض الأبحاث الحديثة التي يعني صدرت عن المتخصصين في هذه الجماعات الإرهابية وفكرهم وكيفية الرد عليهم وكيفية محاورتهم.